اكيد دلوقتي في حد هيخش يقول لي ايه يا غاليه اشمعنى يا اختي بتوع البطاطا اصل في واحد دخل عندي على الصفحه وبيقلل قوي من بتوع البطاطا بيقول لي يا غاليه روحي اشتغلي بتاعه بطاطا يا اخويا انا طول وانا روح طول اروح اشتغل بتاع بطاطا ده كل واحد بيقدم لقمه لاي حد بياخد عليها ثواب حتى لو كان بيبيعها له هو انا طول اشتغل بتاعه بطاطا انا بقى ببعت تحياتي لكل بتاع البطاطا وعاوز